هذه الظاهرة إذا هذه الصورة حصرية لجريدة العالم ولموقع العالم. هذه الظاهرة الكونية لي ممكن لاش تكرر إلا كل 80 سنة. هذا هو أبعد حد ديال الزوم اللي ممكن نشوفه. ودابا الآن كيف كتلاحظوا أن التقاء الكوكبين بدا كيتفترق. إذن ظاهرة كونية عجيبة. لاحظوا الكوكبين، الكوكب الأول الكوكب الثاني. شفناهم بالطريقة هذه كيف كتلاحظوا. كان التقاء في الأول ما بين زحل والمشتري. عفوا هاوما هما هادو. والانعكاس ديالهم كيعطي على القمر. كيف كتلاحظوا هذا هو أبعد حد اللي ممكن نشوفوه بالزوم. إذا كوكبين زحل والمشتري. والانعكاس ديالو كيعطي على القمر. لاحظوا القمر الصورة ديالو هو هذا. إذا ثلاثة ديال الكواكب الكبيرة وأقربهم هو القمر. القمر لاحظوا الصورة اللي انعكست عليه بسبب الظاهرة اللي طبعا ما غادي يشوفوها إلا من بعد 80 سنة قادمة إن شاء الله. يعني يشوفوها الأبناء والأحفاد ديالنا. كنا كنتمنوا أن لو كنا كنتوفروا على آليات أكثر متقدمة أكثر، آليات يمكن لها تبين وتبرز لنا هاد الكوكبين الكبيرين طبعا اللي ما يمكنش يتشافوا بعين المجردة في الأوقات العادية، وحتى بالتلسكوب ما يمكنش يتشافوا لأن زحل المشتري في المجرة الكبرى اللي صعب جدا أنك تشوفهم إلا بالآليات، يعني حتى بالآليات المتقدمة من كوكب الأرض. لكن هذه فرصة أنها كل 80 سنة كيقتربوا من بعضياتهم البعض وكيعكسوا لنا واحد الضوء اللي ممكن اي واحد يشوفه بعين مجردة او بالهاتف. يعني كتلاحظوا على المباشر. المباشرة معكم الان الساعة حوالي 12:30 ليلا بتوقيت المغرب. طبعا هاد الظاهرة بدات حوالي 10:30 ليلا، لكن ما كانتش واضحة جدا حتى لدابا ولات واضحة. وكيف ما قلت لكم حصريا على العالم الظاهرة الكونية لالتقاء زحل والمشتري. نعود بالصورة من بعيد. لاحظوا كيفاش بعين المجردة كتبان، هي بعيدة جدا. وكيف كنلاحظوا أن اللقطة اللي خدناها ديال انعكاس القمر اختفت، يعني جينا في الوقت المهم جدا ديال هاد الظاهرة الكونية. لاحظوا معايا هي غادا في اختفاء. لاحظوا معايا الظاهرة اللي شفناها قبل ديال القمر اختفت، اختفت تماما. وهذه اللحظة المهمة والحاسمة اللي خصها تشاف. مباشرة معكم
مراقبة الظاهرة ظاهرة التقاء الكوكبين الكبيرين زحل والمشتري، والتي لن تتكرر إلا كل 80 سنة. إذا لاحظوا الكوكبين وكأنك تشاهد يعني عمود إنارة، كوكبين بعيدين جدا. هذا اختفاء الظاهرة. اختفت تماما كيف تلاحظوا، لأن الظاهرة هذه هي غدا وهي كتختفي. وكتختفي وتحجب. إذن اختفت تماما. هكذا نكون قمنا بتوثيق لحظة تاريخية لن تكرر إلا كل 80 سنة. كما قلت ولات صعوبة في التقاطها وهي كتختفي. لاحظوا مزيان، ولات هناك صعوبة جدا، صعوبة كبيرة جدا انك باش تلتقط الاختفاء ديالها. صعوبة جدا باش انك صافي الاولاد كتحجب اختفت تماما. يعني هذا الكوكب الثاني الثاني حتى هو اختفى.